السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، والتي تتم على امتداد 106 كيلومترات، حيث تشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى 8 حارات مرورية بكل اتجاه. وقد توقف السيد الرئيس ليناقش المسؤولين في بعض مواقع العمل في عدد من قطاعات الطريق الدائري خاصة الجارية لتوسعة كوبري المنيب العلوي على النيل. سيادتك شرفنا في مشروع طرق ومحاور أثمرات عند تقاطعه مع الطريق الدائري. المشروع يا فندم بإجمالي طول 14 كيلو متر، بيربط بين محور محمد علي فهمي ومحور الشهيد ومنطقة المقطم والأثمرات والطريق الدائري، بيسهل الحركة المرورية من مناطق شرق القاهرة من محور شينزو آبي وإلى الطريق الدائري. الطريق يا فندم فيه عبارة عن طريق رئيسي بطول 2 كيلو متر بيربط من طرق ومنطقة المقطم وحي الأثمرات بالطريق الدائري، بإجمالي عرض 6 حارة مرورية بواقع 3 حارة مرورية لكل اتجاه، وطرق خدمة بإجمالي طول 5 كيلو متر تربط بمحور الشهيد ثم تمتد وتربط بمحور المشير محمد علي فهمي. في عمل صناعي يا فندم مع طرق الخدمة، نفق للدوران للخلف وربط محور الشهيد بأسفل الطريق الرئيسي ويربط إلى ثم يربط إلى الدائري. المنطقة دي يا فندم كان في تعرضات أنابيب بترول وخط ضغط عالي هوائي، تم تنسيق مع جهات الدولة وذلك لنقل وحماية وإحلال التعرضات مع تنفيذ أعمال الطريق. الطريق يا فندم بعد العرض على سيادتك تم تطوير طريق R4 ليصبح حر ويمتد لمحور محمد المشير محمد علي فهمي بلوبات ورمبات وبعدد 2 عمل صناعي 2 كوبري لحل التقاطعات المرورية. وبعد المرحلة الثانية ما إن شاء الله بما تتنفذ هيبقى احنا حلينا التقاطع على محور الشهيد وربطنا على محور المشير محمد علي فهمي، واستفاد المنطقة حي الأثمرات واستفاد المنطقة شرق القناة بالمرور، وحتى القادم من محور شينزو آبي ومدينة نصر رايح على العين السخنة استفاد برضو يا فندم من المرحلة التانية اللي إن شاء الله إحنا بدأنا فيها في أعمال المساحة والتصميم وأعمال الجسات. ده الأول إيه؟ ده دي منطقة الأثمرات يا فندم. يعني أنت واقف الطريق لغاية هنا؟ أيوة فندم، أنا رابط هنا يا فندم بالطريق القائم القادم من شارع 9 متجه قادم طرق الأثمرات، أنا رابط عليها مباشرة بطريق رئيسي طوله 2 كيلو. يعني الطريق ده واصل لكده بالظبط يا فندم، واصل بالمقطم واصل لحي الأثمرات. هنا يا فندم من الأعمال اللي طبقا لتوجيهات سيادتك تمت توسعة مدخل ومخرج الشهيد، تمت بنسبة 100%، وعمل سور حضاري أمام المقابر على محور الشهيد تمت بنسبة 100%. يعني الأصفر ده خلصان تمام، والأخضر ده اللي أنتوا شغالين فيه بالظبط يا فندم. اللي أنت بتعمله ده هينتهي تماما امتى؟ إن شاء الله فندم 30/9 بإذن الله. 9 إن شاء الله فندم. في حاجة تانية زي ما بسأل السؤال ده في كل مرة، أنتوا شايفينها وجودكم في المنطقة هنا محتاجين نعملها تحسن وتخلي جودة العمل وجودة الحركة أفضل، قول لي. كله اتعرض على سيادتك يا فندم، وفي برضو R5 الطريق بيربط من حي الأثمرات بواقع إجمالي عرض 10 حارة مرورية بواقع 5 حارة مرورية لكل اتجاه يربط لمحور الشهيد برضو. كده مش عايزين حاجة تانية؟ لا تمام يا فندم. طيب شكرا يا شيخ. بتشرفنا يا فندم على محور تكساس من تقاطعه فندم مع محور المنصورية مرورا بشارع خاتم المرسلين حتى تقاطعه فندم مع محور الزمر. المحور ده فندم بيعتبر محور موازي فندم لشارع الهرم وشارع فيصل، هيساعد فندم على تخفيف الازدحام المروري بالنسبه لمحافظه الجيزه ككل وبالنسبه لشارع الهرم وشارع فيصل فندم بوجه خاص. ايضا فندم هيساعد على تخفيف الازدحام المروري للمتجه من والى المتحف المصري، وهيساعد على تخفيف الازدحام المروري اثناء العمل في مترو الانفاق بشارع الهرم. بالتنسيق يا فندم مع وزاره الاسكان ووزاره النقل تم تقسيم محور فندم الى قطاعين. القطاع الاول سيادتك من تقاطعه السطحي اسفل محور الزمر حتى فندم كوبري ربط شارع خاتم المرسلين بشارع ترس. القطاع الثاني يا فندم تنفيذ هيئه هندسيه للقوات المسلحه من شارع ترس سيادتك حتى محور المنصوريه مجرد يا فندم بمحور المريوطيه اللي سيادتك مشرفنا عليه محور اللبيني شارع الزمر.
ده سيادتك يا فندم مكبر لقطاع تنفيذ الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه. المحور يا فندم بطول 3 كيلو ونص، كيلو يا فندم كوبري علوي ده. تمام سيادتك يا فندم. 2 كيلو ونص يا فندم طرق سطحيه هيتم يا فندم رفع كفائتها وتطويرها بالكامل. التنسيق يا فندم مع محافظه الجيزه جاري انشاء فندم كورنيش على ترعه المريوطيه، تم خلاله يا فندم احلال وتجديد عدد 3 كوبري مشاه و3 كوبري سيارات لربط اتجاهين الترعه. بالنسبه يا فندم القطاعات العرضيه سيادتك عندنا قطاعين عرضيين، القطاع الاولاني يا فندم من شارع المنصوريه وحتى عبد الصمد الجبري اللي هو مطلع الكوبري يا فندم سيادتك. القطاع ده يا فندم 5 حواري مروريه لكل اتجاه باجمالي عرض يا فندم 33 متر. بالنسبه سيادتك يا فندم القطاع الثاني من شارع عبد الصمد الجبري يا فندم وحتى نهايه التطوير. ده يا فندم سيادتك 3 حواري مروريه يا فندم علوي للكوبري و2 حواري مروريه يا فندم سطحي باجمالي عرض 36 متر يا فندم. فندم سيادتك كوبري سيادتك مشرفنا عليه كوبري ترسا. الكوبري ده فندم طوله كيلو متر وعرضه 22 متر بالثلاثة حارة مرورية لكل اتجاه. الكوبري ده فندم كان ليه طبيعة خاصة ان احنا هنا واجهنا كمية مرافق غير طبيعية والتربة كانت ضعيفة. احنا وصلنا بالاساسات العميقة بتاعتنا قطر 1.20 متر وعمق 50 متر تحت الارض، وارتفاع الكوبري يا فندم وصل في النقطة اللي حضرتك واقف عندها لغاية 27 متر نتيجة ان هو بيعدي محور المريوطية سطحي وبيعدي محور المريوطية الدائري. تمام؟ احنا مكونات الكوبري يا فندم، الكوبري ده حضرتك 24 محور عبارة عن 29 قاعدة خرسانية و29 عمود خرساني و154 كمرة خرسانة، والباكية المعدنية سيادتك اللي معدية الدائري دي طولها 60 متر وعمق الباكية حضرتك بيوصل ل 2 متر 85. الباكية دي يا فندم الكاميرا الواحدة منها وزنها 130 طن وكان ليها طبيعة خاصة في التركيب هنا ان احنا كنا محكومين نركب من مكان واحد. الكاميرا دي في حضرتك فيها فوق 13000 مسمار ووزنها فوق 2000 طن يا فندم. ده خلاص احنا خلصنا. تمام سيادتك فندم. احنا فاضل لنا سيادتك بس بنركب الكاميرا الصغير العرضي اللي هو ما بين الكاميرا الرئيسي وبنستكمل تربيط تعزيم المسامير عشان نوصل لعزم ال 100%. خلص هنا ان شاء الله فندم. الكوبري 15/6 فندم. 15 يوم ان شاء الله فندم. احنا فندم سيادتك عشان نرفع الرفعه دي نسقنا مع وزاره الداخليه ان احنا قطعنا 10 ساعات على مدار اسبوعين، خميس وجمعه 10 ساعات واللي فات والخميس والجمعه دول يا فندم. على كل حال نص الشهر الجاي اللي احنا فيه ده نكون مخلصين ان شاء الله يا فندم. ده هيعمل فرق كبير جدا جدا. تحت امرك يا فندم. تكريم. تحت امرك يا فندم. طريق الدايرة يا فندم طوله 106 كيلو حوالين القاهرة الكبرى، عليه 130 عمل صناعي ما بين كبرى ونفق. عليه كثافات مرورية عالية بتوصل ل 213 ألف مركبة في اليوم. الوضع الحالي للطريق 4 حارات مرورية لكل اتجاه. احنا بنوسع ليه وبقى 8 حارات لكل اتجاه بإجمال 16 حارة للطريق. بدأنا بالقطاعات الأعلى كثافة مرورية يا فندم، من المسافة من تقاطع الأوتوستراد لحد نفق محور سعد الدين الشاذلي بطول 28 كيلو، وتم الانتهاء من توسعتها وحققت سيولة مرورية عالية. حاليا شغالين في مسافة 45 كيلو عليهم 54 عمل صناعي. شغالين في المسافة من محور فريق سعد الشاذلي لحد تقاطع القاهرة اسكندرية الزراعي، وشغالين في المسافة من تقاطع القاهرة اسكندرية الصحراوي لحد الواحات بطول 8 كيلو، وشغالين في المسافة اللي سيادتك مشرفنا عليها من المريوطية لحد الأوتوستراد. احنا يا فندم كمان الدراسة والتخطيط بيحصل ربط بالمحاور المرورية القائمة أو الجاري تنفيذها. مثلا في ربط مع محور سعد الشاذلي، في ربط مع محور مؤسسة الزكاة، في ربط مع طريق القاهرة إسماعيلية الزراعي. كل المحاور الرئيسية بيتم ربطها بالطريق الدائري. كمان في ربط يا فندم في المنطقة مع محور الحضارات. محور الحضارات ده محور بيربط بين تقاطع الأوتوستراد لحد الكورنيش عند منطقة إمبابة، محور قاطع الجيزة، محور عرضية. القطاع اللي سيادتك مشرفنا عليه الأوتوستراد المرضية ده طوله 12 كيلو بنسبة تنفيذ 55% عليه 19 عمل صناعي. أهم عمل صناعي في المشروع هنا كوبري المنيب على النيل. الكوبري ده يا فندم بيتكون من 3 أجزاء. ده قول المحور ده شغال ولا لسه؟ محور المرضية محور شغال يا فندم. شغال قائم يا فندم يعني خلاص شغال يا فندم. طيب اتفضل. كوبري المنيب على النيل يا فندم بيتكون من 3 أجزاء، النيل الشرقي وجزيره الدهب والنيل الغربي. الحمد لله احنا بدانا فيه في بدايه السنه، متوقع مخطط الانتهاء منه في 30/8 القادم. عشان نخلصه في الفتره الاسرع كوبري النيل هيخلص باذن الله خلال عام ونص. استخدمنا نظم انشائيه مختلفه. النيل الشرقي بننفذه بنظام الدمسه، دي كياسن بيتم دقها في قاع نهر النيل، بعمل عليها الشده والبوكس سيكشن،
والنيل الغربي بنفذه بطريقه العربات المتحركه عشان ما تعوقش حركه الملاحه في نهر النيل. باذن الله هيخلص مخطط الانتهاء منه في 30/8. التقاطع الثاني المهم عندنا يا فندم تقاطع الاوتوستراد. تقاطع الاوتوستراد كان 3 حارات لكل اتجاه، احنا بنوصلها حاليا ل6 حارات لكل اتجاه باذن الله، مخطط الانتهاء منه في 30/6 القادم. السنه الجايه؟ لا 30/6 السنه دي. هو وكوبري السلام وكوبري المرج وكوبري مسترد جميعا باذن الله 30/6 القادم يتم الانتهاء منهم بنسبه 100%. طب انا بس عايز اسالك سؤال. تحت امرك. انا شايف واحنا جايين انتوا بتزيلوا عشان توسعوا. بالظبط كده. بالظبط كده. انتوا معوضين الناس. جميع الناس يا فندم بياخدوا تعويض من محافظه القاهره او الجيزه والقلوبيه. هم بياخدوا بيوصل لهم التعويض. قبل ما بيمشوا بياخدوا التعويض يا فندم بالنسبه لك. ده قطاع الطريق النموذجي، الطريق الدائري كله بعد الانتهاء باذن الله. احنا استغلينا الميول بتاعه الطريق وضفنا 3 حارات للاربعه القائمين بقى 7، وبنعمل كمان طريق خدمه بعرض 10 متر لخدمه التجمعات السكنيه اللي جنب الطريق الدائري. دي طريق الواحات يا فندم كان 3 حارات، هنضيف 5 بيبقى اجمالي 8 حارات، ده مدخل اكتوبر يا فندم، وده قطاع عرضي لكوبري النيل. المشروع ده يا فندم تنفيذه صعب، انا لما بطور الطريق قائم بيقابلنا عده تحديات. التحدي الاكبر هو نزع الملكيه، بيتم تعويض الاهالي قبل ما يسيبوا بيوتهم بتعويضات اجتماعيه او من الهيئه العامه للمساحه المصريه. كمان يا فندم شبكه المرافق المره بجوار الطريق الدائري، في بنأمن شبكة المرافق أو بنعمل تحويلات ليها، وفي أحيانا بنجدد الخطوط اللي بتقابلنا اللي حالتها متهالكة. النقطة التحدي الثالث المرور يا فندم، تطوير طريق قائم بيجبرني إن أنا أشتغل على التوالي، أنا بنصح من الإدارة العامة للمرور بحيث إن أنا ما أقدرش أشتغل على التوازي في المطالع والمنازل كلها، بشتغل على التوالي بحيث أوفر بدائل مرورية لمستخدم الطريق. طيب إحنا هنخلص كل المراحل دي إمتى؟ بإذن الله 30/12 العام الحالي يا فندم. السنة دي؟ بإذن الله يا فندم. طيب حاجة تاني؟ في حاجة تانية أنت شايفها هنا في المنطقة في شغلكم لقيتوا إن إحنا محتاجين نشتغل عليها ولا على كل حال شوف تمام. لو لقيتوا إن أنتم محتاجين من خلال المعايشة مع الناس هنا وعلى الحركة اللي موجودة معانا محتاجين نعمل حاجة بغض النظر عن الطريق الدايري. تمام يا فندم. أنا بتكلم على طرق أخرى جوه الأحياء اللي إحنا بنتكلم عليها. تمام يا فندم. بندرسوا الكلام ده ونعرف حاجة. طبعا طبعا. شاكرين.